السورس اوف انرجي هما يعني بوجه عام تقدر تقسمهم لنوعين. في نوع اسمه رينيوبل، جاي من كلمه ري نيو، كلمه ري في اي قبل اي حاجه يعني تعيد، رينيو يعني تعيد تخليها جديده مره تانية، فكلمه رينيو يعني تجديد، يعني حاجه متجدده. رينيوبل انرجي يعني طاقه متجدده. كلمه ري دايما يعني اعاده، اقول لك ريبيت ذا ورك، اوكي، يعني ريدو ذا ورك، يعني عيد الورك مره تانية، تمام. ري ترافل، ري رايت، اي حاجه معناها ان انت اعيدها مره تانية، ماشي. فرينيو يعني تعيدها تخليها نيو مره تانية، عشان كده هي اسمها رينيو على بعضها معناها متجدده. رينيوبل يعني الطاقه المتجدده، يعني بتتجدد بكل يوم، تتجدد ما بتخلصش، تمام. ات كان نوت ران اوت، ماشي، او كان نوت يوزد اب، اوكي، فما تقدرش تختفي من الحياه، ده اسمها رينيوبل انرجي. وفي عندنا انواع تانية ممكن تقعد معاك فتره طويله، 10 سنين، 5 سنين، 20 سنه، يومين، ثلاثه، شهر، بس ممكن تقعد معاك 200 سنه، 300 سنه، بس هتخلص في الاخر، يعني بتستهلك ولها كميه محدوده موجوده في الحياه وبعدها بتخلص، تمام. دي اسمها نون رينيوبل، غير متجدده، تمام. وهناخد الحاجات دي بالتفصيل كلها في السلايد اللي جايه، بس هنا في الايمج دي مجمع لك فيهم، في الصوره دي جبتها مجمع فيها، مجمعين فيها ايه، الديفرنت سورسز اوف انرجيز. اول سورس عندي هنا اللي هو الفوزيل فول، زي ما احنا شايفين الفوزيل فول هم هنا بيكون في بعض، معظم الناس بيقسموه لثلاث اقسام، وفي بعض احيانا بعض الكتب البسيطه بتقسمه لاربعه، بس هو مين اللي هو ثلاثه، يعني اللي هو الاويل، اللي هو البترول، يعني البترول اللي هو السائل الليكويد، الاويل، والناتشورال جاز، الغاز الطبيعي، ده بيكون جاز، يبقى عند الاويل اللي هو ليكويد، والناتشورال جاز هو جاز، ما تكتبش جاز، ناتشورال جاز، اوكي، يبقى الاويل والناتشورال جاز والكول الفحم، تمام. الثلاث حاجات دول هم دول اللي اسمهم الفوزل فول، تمام، ودول بيخلصوا، يعني مثلا موجودين مثلا في دول الخليج البتروليه، موجودين مثلا بقى لهم قربوا يكملوا 100 سنه دلوقتي تقريبا، وممكن يكملوا مثلا معاهم لحد 2050 او 2060، يعني كمان 30 40 سنه، يعني دول 100 150 سنه ويخلصوا، وترجع الامور زي ما كانت، كل واحد يرجع تاني يدور عليه على مصدر رزق تاني، يصطاد ولا يرعى الغنم ولا اي حاجه، فايه او عنده صناعه، يعمل صناعه او تجاره او وات ايفر، يعني يرجع ايه، ما عادش فيه المصادر الدخل الكبيره دي اللي بتيجي من 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 الفوز الفول. فالفوز الفول ده موجود لمده معينه وهيخلص. وطبعا احنا ليه مميزات وليه عيوب، بنستفيد منه في حاجات وحاجات بتضر البيئه فيها، فهنبدا ناخد الحاجات دي بالتفصيل في كل نوع من انواع دي. ده بالنسبه للفوز الفول. في بعض الناس بيقول لك ان هو الفوز الفول هو الاويل والناتشورال جاز والكول، ويقول لك معاهم حاجه اسمها تورف، تي يو ار اف، تورف، تورف دوت، عامل زي ايه، زي حاجه كده زي بلانت او فيجيتابلز، بس قديمه من عصور قديمه موجوده بتعمل، يعني تحس ان شكلها حتى بقى قريب من شكل الحجاره كده، هوريها لكم في السلايد اللي جاي. يعني يبقى ده بالنسبه للفوزل الفول، تمام. وقلنا الفوزل الفول هناخده في السلايد اللي جاي ان هو ايه، نون رينيوبل. بعد كده في عندي حاجه اسمها الووتر ويفز، الامواج بتاع البحر دي عماله طول النهار رايحه جاي. الامواج بتاع البحر دي الفايده بتاعتها ايه، هي طول النهار عماله تتحرك، بدل ما هي رايحه جايه على الفاضي كده، زي ما هوريكم في فيديو انا جبتهم لكم هنا برضو، هوريه لكم، بنركب في حاجه اسمها فلوتس، عوامات على وش الميه كده، اجهزه بنحطها، وكل ما الويف تيجي تزقها تطلعها لفوق، الويف تنزل تحت، تنزل تحت، طالعه نازله، الحركه طالعه نازله دي بتحرك ليفر، دراع كده موجود جوه، الدراع دوت بيحرك الدراع الثاني جوه، يبدا يحرك تربين، يدور التربين، اما التربين تدور متوصله بجنريتور، الجنريتور يطلع الكتريستي، مش محتاجين بقى ولا ستيم ولا هوت ووتر والحاجات دي كلها. وبالنسبه للستيم والهوت ووتر والحاجات دي كلها احنا شفناها في الفيديو اللي فات، اللي هو ده معظم الحاجات بتعتمد على فكره ان انت تطلع هيت، هيت انرجي، والهيت انرجي تعمل بيها هيتنج لستيم، الستيم ده يتحول لبخار او ستيم بهاي اندر فير هاي بريشر، تمام، وهاي تمبريتشر، فيدخل على التربين، يدخل التربين دي يفقد كل الانرجي فيها ويخلي التربين دي تدور، التربين لما تدور تدور جنريتور. يبقى هي كل فكره ان احنا عاوزين اي حاجه تدور بها التربين، سواء بقى كانت ستيم او اي حاجه ثانيه، تدور بها التربين، والتربين تدور جنريتور، والجنريتور يطلع الكتريستي. هي دي الفكره، ان اي حاجه تدور الجنريتور في الاخر، يعني عشان الجنريتور ده تو بروديوس الكتريستي. فهم هنا بيستغلوا الويفز، ان الويف دي خلاها تطلع، وانا جايب لكم فيديو عليها. في عندي انواع ثانيه زي اللي السولار انرجي، وساعات بيسموها السن انرجي او السولار انرجي، سولار كلمه سولار يعني سن، ماشي، جنب السولار سيستم يعني النظام الشمسي او المجموعه الشمسيه. ودي في عندك في نوعين، في نوع هتلاقيه هناخده في السلايد اللي جايه،
السولار بانل دي، بانل بتحط فيها ميه سخنه، ميه والهيت اللي بتيجي من الصن بتتجمع فيها وتسخن الميه دي، والميه دي اما تسخن درجه الحراره تعلى تتحول لفيبر، وبعد كده الفيبر ده درجه حرارته تعلى اكتر يتحول لستيم، او يعني سوبر هيت يعني ستيم، يعني اعلى شويه درجه حرارته، اعلى من الووتر فيبر هو العادي 100 و110 والحاجات دي، ممكن يوصل اعلى من كده بكتير 160 و200 وكده، ويبدا يدور بيه تيرباين. اما يسخنه قوي يتحول لستيم درجه حرارته عاليه، يبدا يعملوا انجكشن كده زي جيت ويخليه يضرب في التربين، يدور التربين يشغلها، فالتربين تشغل جنريتور ويولد الكتريستي. وفي نوع تاني مش الفوتو مش السولار بانل، في نوع تاني اسمه السولار سيل. السولار سيل او الفوتو سيل دي بياخد اللايت انرجي نفسها اللي جايه من الصن مباشره ولا ووتر ولا ستيم ولا اي حاجه، ويحولها مباشره للالكتريستي. يعني ياخدها بتنزل على شيت كده او شريحه كده، فبتيجي على الالكترونز اللي موجوده على السيرفس بتاعها، بتعمل لها اكسايتمنت، تعمل لها اثاره، فتبدا تتحرك الالكترون ده من مكانها، اما الالكترونز اللي على الحرف اللي على الطبقه الخارجيه يعني تبدا تتحرك، اما تبدا الالكترونز تتحرك معناها ان في الكتريستي جنريتد، ياخد الالكتريستي دي ويدور ايه وينور بها الشوارع، ينور بها اعمده اناره، ينور بها اي حاجه ثانيه. بس طبعا ناخد عيوبها ان هي مكلفه جدا جدا، غاليه جدا يعني، فهناخدها. وفي عندي النوع اللي هو الايه التايدز او التايدال انرجي. التايدال انرجي دي في عندك نوعين، وانا جايب لكم برده فيديو عليهم. في نوع اسمه الباراج، بتبني حاجه زي ايه زي ستور او مخزن، بتعمله كونستراكشن على الشط. والتايدز دي نتيجه الجرافيتيشنال اتراكشن فورس او الجرافيتيشنال بولينج فورس اوف ذا مون اند اوف ذا سن اوكي اون ذا ايرث. هما طول النهار كل حاجه عندها جرافيتي، المون عنده جرافيتي، السن عنده جرافيتي، فبيعملوا اتراكشن للميه دي اللي موجوده على سطح الايرث تمام، فبتبداوا يشدوها مع حركه المون وحركه الشمس مع وضع الارض الايرث، بيبداوا يشدوها. فتلاقي ممكن 12 ساعه في اليوم الميه عماله تزيد ناحيه الشط لحد ما الميه توصل مسافات كبيره قوي على الشط وتغرق الشط كله. وفي وقت تاني ممكن ده يصير ده بالليل، يعني بالليل الميه توصل لحد الشط، وبالنهار تلاقي الميه عماله ترجع تدخل جوه البحر، وتلاقي انت شايف الحته اللي كان فيها ميه امبارح بالليل هتلاقي رجعت بقت ناشفه تاني، حتى ممكن تقعد فيها او اي حاجه. فبيستغل الفتره اللي الميه بتيجي فيها على الشط ويملى فيها الباراج دي اللي هي الخزانات دي اللي بيبنيها على الايه او حواجز او حاجات خزانات، بيملاها على الشط يخزن فيها الميه وياخدها ايه يستخدمها تو ايه تو جنريت الكتريستي. وفي نوع تاني بيجيب حاجه اسمها تايدل تيرباين تيرباينز، بس بيرميها تحت في قاع المحيط، لان اصلا التايدز دي معناها ان الميه اصلا نفسها بتمشي ال 12 ساعه او 6 ساعات، الميه بتقعد تمشي تروح ناحيه الشط 6 ساعات او 12 ساعه وترجع الناحيه الثانيه 6 ساعات او 12 ساعه حسب الليل والنهار ووضع القمر والشمس والحاجات دي كلها تمام. فبيستغل ان هو 6 ساعات دي هتفضل التربان دي تدور في اتجاه واحد، تفضل تدور في الاتجاه ده 6 ساعات او 12 ساعه في الاتجاه ده، وبالليل لما تيجي الميه تعكس اتجاهها وعايزه ترجع ثاني جوه البحر هتبدا التربان دي تدور مره ثانيه ترجع العكس. فهو عاملها بتشتغل في الاتجاهين، التربان دي بتشتغل وانا جايب لكم فيديو عليها، وبيطلع الكتريستي في الايه في المرتين الاثنين تمام. في عندي حاجه اسمها الجيوثيرمال، والصراحه دي من الحاجات المهمه جدا بس محدش يعني برده مهتم بيها لان تكلفتها عاليه ومعرفش يعني، بس انا احس ان هو ممكن يكون لها استخدام افضل من كده. دي في بعض الاماكن في العالم بيكون الطبقات الداخليه بتاع الارث بتكون قريبه، ممكن توصل لحوالي يعني في يو كيلومترز فقط، يعني انت حتى ما بتيجي تطلع بترول ممكن توصل مثلا 7 كيلو 5 كيلو 3 كيلو يعني يدج البايبس بتاعتك، يعني لما توصل للريزرفوار بتاع البترول ممكن توصل 5 كيلو 7 كيلو 2 كيلو 3 كيلو حسب المكان وحسب الدوله وحسب الثيكنس بتاع الكريست بتاع الارث وكده. في بعض الدول اصلا قريبه منها يعني لدرجه ان ساعات بيوصل دخان، بتشوف الدخان على سطح الارض نفسه من بره من الطبقات الداخليه. فاحنا عارفين العمق الكور اوف ذا ايرث دي درجه حراره عاليه جدا جدا فيه، فانت كل ما تقرب من الكور بتوصل درجات حراره عاليه جدا جدا، انت كل اللي محتاجه 300 400 500 درجه سيليزيوس، انت بسهوله جدا جدا ممكن يعني تحصل 200 300 400 دي 500 باي عمق ممكن توصل له. فبيجيبوا بايبس او مواسير ويحطوها تحت في قلب الايرث هنا كده، وتنزل تحت ويعملوا فيها انجكشن، يضخوا فيها ميه من هنا يزقوها وتنزل الميه في الحته السخنه اللي تحت، وتبدا الميه تطلع تاني، وهناخدها برده في الرسمه بتاعتها، تبدا الميه تطلع ايه من الناحيه التانيه وتطلع ميه فيبر ستيم بيغلي، يدخل على التربين تدور التربين يطلع الكتريستي من غير ما يدفع اي حاجه، بس محتاج شويه نوع من انجكشن ضخ هنا، فلما ضخ بيعوز حبه الكتريستي، فممكن ياخد حبه الكتريستي من اللي طالعين من هنا ويدخل يشغل بيهم بامب عشان يزقوا الميه داخل هنا وهكذا.
طبعا بقت الخطوره او التكلفه اللي فيها ان المواسير بتاعتها بتبقى غاليه وكده. احنا كل اللي محتاجينه هنا حوالي تقريبا ممكن 200 300 ديجري مثلا سيلسيوس ديجري اللي محتاجينه فيه عشان نسخن الووتر ويبدا يتحول سوبر هيت ستيم، مش بس مجرد بويلنج عند 100 ديجري، لا احنا محتاجين نحوله ستيم سوبر هيت ستيم، بحيث ان هو برضو عم بيسخن تحت ويرجع يطلع تاني لطبقه الارث بيفقد جزء من درجات الحراره. فممكن مثلا عم يوصل لي مثلا فوق مره تانيه يكون مثلا عند درجه الحراره مثلا 200 ولا 150 ولا 250 ديجري، بيكون عنده كميه انرجي كبيره جدا جدا وعنده هاي بريشر. فهو كل الفكره بيعمل ايه؟ بيجوا هنا كده ويجيبوا بايب ويركبوها في طبقات الارث من جوه في تحت الارض من جوه خالص، ويضخوا فيها ميه من هنا تمام، وتبدا ما تسخن لما توصل لطبقه العمق الداخلي في الارث يعني، وتبدا تطلع بدرجات حراره عاليه. ياخد الستيم اللي طالع من هنا دوت ويبدا ايه يشغل بيه تيرباين، يدور بيه تيرباين، والتيرباين بتوصله بجنريتور، جنريتور طالع الكتريستي يوصله بيه بالاوفر هيد لاينز عواميد الكهرباء اللي بتشغل البيوت تمام. هي دي الفكره العامه، وهاخده بالتفصيل في السلايدز اللي جايه. في عندي حاجه تانية اسمها الهيدرو الكتريستي. الهيدرو الكتريستي من اسمها كده زي ما كلمة جيو، جيو زي كلمة جيوغرافي أو كلمة جيولوجي، فكلمة جيو معناها الإيرث، أي حاجة فيها كلمة جيو معناها الإيرث، بيتكلم على الإيرث وعلى طبقات الإيرث وعلى طبيعة الإيرث وعلى الشكل بتاع الإيرث نفسه تمام. برضه نفس الحكاية، كلمة هيدرو معناها ووتر، وهيدرو جاي من كلمة هيدروجين أوكي، لأن عندي الووتر H2O فيه هيدروجين تمام. فكلمة هيدرو لما تشوفها معناها إن حاجة فيها ووتر، هيدرو إلكتريستي يعني أنا بطلع I'm generating electricity from the water تمام، هذا معنى كل كلمة هيدرو الكتريستي. ففي عندي هنا دام، هنا بيبني سد كبير كده زي سد النهضة كده، السيسي وافق ان هو يتبني في سنة 2015 ومنع مية النيل عننا، فبيبني هنا كده بيجي المية وتنزل من فوق الدام من هنا او بفتحات معينة في الدام، ساعات الفتحات بتبقى من فوق وساعات بتبقى من تحت حسب المستوى بتاع المية يعني، فبيعملوا فتحات وتنزل هنا تلاقي تربين تحت، فالمية تنزل ارتفاع كبير ممكن مثلا يوصل 200 300 500 متر، بتنزل على التربين تدور التربين بسرعة كبيرة جدا جدا، التربين متوصلة بجنريتور، الجنريتور طلع الكتريستي تشغل النتورك بتاع الاوفر هيد لاينز اللي بتوزع الالكتريستي. هي دي الفكرة بوجه عام، برضه هناخدها في السلايدز اللي جاية بالتفصيل يعني. طبعا ممكن يكون فتحات فوق عشان يبقى في عنده ارتفاع كبير ينزل على التربين شغالة، بس في الحالة دي لو ما اتملاش السد بالكامل مش هيقدر يشغل الفتحات دي خالص. وساعات بيعملوا فتحات تحت او في الوسط شويه، او في اكتر من فتحات على اكتر من مستوى، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 على اكتر من ليفل. فايه في الحاله دي يقدر يشغل من تحت لو المايه منخفضه، يشغل التربين هنا كده كده التربينز بتبقى منخفضه عنهم كلهم بتحت خالص يعني، فلو فتحات منخفضه ممكن يشغلها، لو فتح لو المايه متوسطه ممكن يشغل فتحات متوسطه، لو المايه منسوبه عالي جدا زي سد النهضه تقريبا المين ديزاين بتاع سد النهضه اللي في اثيوبيا اللي محدش طبعا راجع التصميمات بتاعته ولا اي حاجه، بس وبصم عليه وخلاص، دوت الفتحات بتاعته كلها فوق تقريبا، فالفتحات كلها فوق دي معناها لازم يتميل على الاخر يعني وقف الميه على نهر النيل خالص يعني. الجزء الثاني هنا في عندي ايه الويند فارم او الويند انرجي، بيتعمل في حاجه اسمها الويند فارم، بيبقى في مزارع كده اسمها مزارع الويند، طواحين الهواء زي ما بيسموها كده، بتبقى عباره عن مراوح برضو كده تيرباينز زي دي كده تمام، متوصله مع بعضها بكيبلز كابلات من تحت، والهواء بيجي بيدورها، بس لازم تختار المكان والارتفاع وان يكون في معظم السنه يكون في عندك هواء عشان ايه تقدر تعتمد عليها، تشغل بقى مصنع تشغل بقى حاجه عشان موضوع الريلايبيليتي. هناخد الحاجات دي كلها والادفانتج والديس ادفانتج بتاع كل واحده فيهم. في عندي برضو البايو فيول، البايو فيول جايه من حاجه معناها كلمه بايو يعني حاجه من كلمه بيولوجيكال حاجه عضويه، فدوت بيبقى فيول موجود في النباتات زي الذره، ده انت ممكن تطلع مثلا منه الذره اللي هو بتاع الزيت بتاع دوار الشمس السان فلاور، بتطلع منه الزيت بتاعه من اي نوع من انواع الزيوت التانيه، بس هو من البايو فيول اللي انت بتستخدم بعض اللي هي الروتنج بلانت النباتات المعفنه او البايظه، او بعض المانيورز الروث بتاع الحيوانات، وتبدا تحطها في خزانات تحت الارض تمام. الخزانات دي تقفل عليها بشكل كبير جدا، بتعملها حفره كبيره في الارض كده وتقفل عليها تمام، وتطلع منها ماسوره هنا كده وتسيبها يومين ثلاثه، تبدا تتخمر الحاجه دي جواها انايروبيكلي، وتطلع هنا غاز، غاز الميثان. غاز الميثان ده هو ده نفسه الغاز اللي احنا بنستخدمه في اسطوانات البوتاجاز بتاعتنا، في انابيب البوتاجاز، هو ده الغاز بتاع اسمه غاز الميثان. ممكن تستخدمه تشغل بيه عربيات، ممكن تستخدمه اساسا في التدفئه او في الطبخ او حاجه كده، ممكن تستخدمه باور ستيشن وتطلع بيه الكتريستي بس على سكيل صغير. واحنا كان عندنا في مصر حتى في شباب كتير خريجي هندسه بداوا يعملوا المشروع دوت، بس للاسف ايام حسني مبارك وقفوا المشروعات دي كلها
والشباب دول الله اعلم عايشين ولا فين دلوقتي، بس منعوهم يعني. بس كان في شباب خريجي هندسه بداوا يعملوا المشروعات دي بعد تخرجهم في كرة، واشتغلت في اكتر من قريه وكانت فعاله بشكل كويس يعني. في عندي هنا برضو حاجه اسمها النيوكلير فيول. النيوكلير فيول ده بيستعتمد على النيوكليس، ان هو بيعمل بيكسر او بيعمل انشطار بمعنى صح للنيوكلاي بتاع اللي هو الايه الهيفي نيوكلير ماتيريال، زي مثلا اليورانيوم. اليورانيوم 238 فبيبدا يحطه في مثلا حاجه زي سنتريفيجال بامبس او حاجه، ويبدا يدوره بسرعه كبيره جدا لحد ما يحصل له انشطار. وفي حاجات تانية زي اللي بيحصل في الصن نفسها، في الشمس نفسها، ما هي الشمس نفسها جواها نيوكلير رياكشن. فيبقى عندي هنا هتلاقي في عندي نوعين، في عندي حاجه بتجيب اتنين تو نيوكلاس صغيرين وتعملهم ميرجنج مع بعضهم، ماشي، تعملهم فيوزنج مع بعضهم، تمام. هتلاقي هنا حرف اليو، انا رسمت لك حرف اليو، يعني اتنين بيتحطوا في البوت دوت ويبداوا يتعملوا ميرجنج مع بعضهم. ليه محتاج حرف اليو؟ عشان تحفظها، تحفظ كلمه فيوجن، تمام. فيوجن فيها حرف اليو، ففيوجن يعني بيجيب اتنين صغيرين وتحطهم يعملوا ميرجنج مع بعضهم. لكن لو عندك واحده كبيره وقطعتها بيعمل زي حرف الايه، كسرتها كده نصين، عامله زي حرف الاي كده، عامله زي سكينه شارب كده، بتجيبها تقطع بيها الاتوم، تمام، اتوم اهي، وتجيب سكينه شارب حرف الاي وتقطع بيها عشان تكسرها نصين، تمام، تقطعها تقطع نصين، يبقى كده ايه دي اسمها فيجن، اوكي. يبقى فيجن اللي فيها حرف الاي دي سكينه بتقطع ليه النيوكليس كبيره او النيوكلاي كبيره، بتقطعها نصين، تمام، الاثنين صغيرين. ده زي اليورانيوم، اليورانيوم كبير، تمام، نيوكلاي كبيره بيكسرها نصين، يبقى ده اسمه فيجن، بيقطعها نصين. فيوجن بيعملوا ميرجنج اتنين صغيرين بيدمجهم. يبقى فيجن السكينه دي بيقطع واحده كبيره زي اليورانيوم بيقطعها اتنين صغيرين، لكن الفيوجن بيجيب اتنين صغيرين ويعملوا ميرجنج زي الهيدروجين والهيدروجين، ويعملوا هيليوم، الهيليوم 2 الهيدروجين 1 1 مع بعضهم يدون هيليوم اللي هو 2، تمام. ده كده باختصار الانواع الموجوده عندي، لكن احنا هنبدا دلوقتي ناخدهم بالتفصيل نوع نوع. وطبعا انا ايه جايب لكم بعض الفيديوهات على بعض الحاجات اللي بتلخبط الطلبه، زي التايدز او التايدال انرجي والووتر ويفز او الويف انرجي، لان في بعض الناس بتلخبط بين الاثنين. فانا عشان نفرق بين الاثنين جبت لكم بعض الانواع. بس انا هنا النقطه اللي تهمني في البدايه ان احنا محتاجين نفرق بين ثلاث حاجات. انا في عندي السورس اوف انرجي، ده منين السورس بتاعها، يعني السورس بتاعها دوت رينيوبل ولا نون رينيوبل. رينيوبل جاي من كلمه ري نيو أقول، تمام، رينيو نيو يعني جديد، وري دايما يعني عيد حاجه، اقول لك ري دو يعني عد عاملها مره ثانيه، اوكي، ري وورك يعني عيد الورك بتاعك ثانيه، رينيو يعني خليها جديده مره ثانيه، اللي هي ايه جايه من كلمه رينيو يعني على بعضها يعني تجدد. يبقى الطاقه دي بتتجدد كل ما تخلص تتجدد، لكن نون رينيوبل يعني ايه؟ يعني ما بتتجددش، تمام. يبقى دي نون رينيوبل ما تجددش، بتخلص، تقعد لها 100 سنه 200 سنه 300 سنه 150 سنه وتخلص، تمام. يبقى في عندي رينيوبل ونون رينيوبل، تمام. اول حاجه ناخدها هنا النون رينيوبل، بس قبل ما ناخدها هنعرف الفرق بين السورس اوف انرجي اللي هو المصدر احنا بنجيبها منين، يعني هل بنجيبها من الويند، بنجيبها من الويف، بنجيبها من الفوزل فيول، منين المصدر بتاع الانرجي بنجيبه، لكن ايه هو شكل الانرجي اللي كانت متخزنه فيه جواها، شكل الانرجي اللي قبل ما المحفوظه فيه او الموجوده فيه اللي احنا نبدا نطلعها ونحرقها نستخدمها نفعلها نعملها اكتيفيشن، ايه هو شكل الانرجي ده، معناها انا بروح اجيبها من انهي مخزن. زي ما قلنا قبل كده عندنا في ستورز موجوده كتير، مخازن، في مخزن للكيميكال انرجي، مخزن نيوكلير انرجي، مخزن كاينيتك انرجي، فانا كنت بجيبها من انهي ستور، تمام، ده اسمه الانرجي ستور، المخزن الستور بتاع الانرجي. يبقى انا في عندي السورس اوف انرجي والستور اوف انرجي. السورس المصادر الموجوده في الطبيعه، تمام، اذا كان فوزل، اذا كان نيوكلير، اذا كان بايو فيول، اذا كان ويند، جيوثيرمال، تايدز، سولار، اي حاجه من الحاجات دي اسمه السورس. بيجي منين؟ بيجي من الشمس، بيجي من الميه، بيجي من الهواء، بيجي من التايدز، بيجي من الويند، بيجي منين بالظبط؟ ده اسمه السورس. لكن الستور الشكل اللي هي كانت متخزنه فيه. يعني انا دلوقتي لو قلت لك مثلا عندك كاينيتك انرجي، ده الحاجه الثالثه اللي عاوز اكلمها اللي هو التايب اوف ذا انرجي. انا كده عرفت السورس المصدر بتاعه بيجي منين، رينيوبل ولا نون رينيوبل، هم حاجتين بناخدهم رينيوبل او نون رينيوبل. في طبعا بعض المراجع بتحط نوع ثالث بين الاثنين بس احنا مالناش علاقه فيه. فهو دلوقتي ايه، في عندك نوع رينيوبل او نون رينيوبل. الرينيوبل كل الانواع اللي عندنا ما عدا نوعين، تمام، ايه هم النوعين؟ النوعين دول نون رينيوبل هم الفوزل فيول
والنيوكلير فول. ليه؟ لان هم بيخلصوا الفوزل فول بترول ده اللي موجود في دول الخليج كلها، واللي هو مثلا بقى له عندهم سي مثلا 100 سنه دلوقتي او اقل من 100 سنه بشويه، وهيستمر معاهم كمان 30 40 سنه لحد 2050 ولا 2060، وبعد كده خلاص. يبقى كل دوله لازم تدور لها على سورس تاني للانرجي بتاعتها ومصادر تانية للعمل والحاجات دي كلها. وربنا اداهم حاجة معينة لفترة معينة، ممكن ما استخدموهاش كويس، ما عملوهاش، ما احسنوش توظيفها، لكن هيخليها تندب لان هي نان رينيوبل. تمام. في ناس تانيين عشان كده هم حتى الدول البترولية بدأت تتفكر ان هي تغير وتتحول للرينيوبل انرجي، بدأوا يعملوا سورسز، يشوفوا سورسز للرينيوبل انرجي عشان بعد 30 40 سنة ما يقفش عندهم الصناعة ولا التجارة ولا المعيشة حتى. تمام. فهي دي النقطة. يبقى النقطة الأولانية عند السورس اوف انرجي ان رينيوبل ونان رينيوبل، وايه انواع الرينيوبل وايه انواع النان رينيوبل. الستور لو انا قلت بعمل كينيتيك انرجي دوت اسمه تايب اوف انرجي، ودي الحاجة التالتة. يبقى عند سورس اوف انرجي، ستور اوف انرجي، تايب اوف انرجي. التايب مثلا زي الكينيتيك انرجي، انا بعمل كينيتيك، لكن الماسلز بتاع ايدي دي اللي بتعمل كينيتيك انرجي دي. تمام. الماسلز اللي عندي هنا دي كده اللي بتعمل كينيتيك انرجي دي، انا عندي ايدي اهي ماشي، ودوت الماسلز هنا. الماسلز دي فيها ايه؟ الماسلز دي فيها كيميكال انرجي، انا واكل وفي عندي جلوكوز هنا وعندي في سيلز بتعمل ريسبيريشن وعندي انرجي متخزنه في جسمي، يبقى عندي كيميكال انرجي. يبقى التايب اوف انرجي اسمه كاينيتيك انرجي، اما بحرك ايدي اسمه كاينيتيك. لكن منين عشان تعمل الكاينيتيك دي؟ رحت جبت من انهي ستور، فتحت انا ستور وجبت منه الانرجي دي، رحت فتحت الكيميكال ستور اللي في الماسلز بتاعتي وجبته، يبقى مفتح الكيميكال ستور ده اسمه الستور اوف انرجي. تمام. التايب اوف انرجي اذا كان بقى كاينيتك ولا غير كاينيتك، السورس المصدر نفسه اللي الكيميكال دي جات منه. تمام. الاصل بتاعه نفسه هو. طبعا هتلاقي معظم الحاجات دي لو انت رجعتها في الاصل بتاعها خالص هتلاقي اصلها اصلا كلها تقريبا السن، لان هي السن بتيجي بتنزل على البلانت، البلانت بتعمل فوتوسينثيز. اما البلانت تعمل الفوتوسينثيز اللي بيحصل يجي انيمال ياكلها او حاجه تاكلها، وبعد كده ممكن ايه يحصل لهم ديكي او يموتوا، يعني بمعنى صح يحصل لهم روتنج او ديكي، وبعد ملايين السنين او عشرات الالاف او مئات الالاف من السنين يبداوا يتحولوا مثلا لفوزل فول، اويل، لجاز، ناتشورال جاز، لاي حاجه من الحاجات دي. تمام. حتى بالنسبه للسولار انرجي من الصن، والصن جواها نيوكلير رياكشن، احنا عارفين الصن هي عباره عن نيوكلير رياكشن بين الهيدروجين اتومز مع بعضهم، عمالين طول النهار يعملوا فيوجن مع بعضهم، فيو هيدروجين مع هيدروجين يدوني هيليوم. تمام. وممكن بعد كده في نهايه الكون او حاجه الهيليوم مع الهيليوم يعملوا ايه، يعملوا ايرون، وبعد كده يحصل بقى الاكسبانشن ولا الاكسبلوجن حسب النظريات الموجوده لانتهاء الكون. يعني دي مش موضوعنا دلوقتي. فالاقصد ان هي ايه، السولار انرجي برضو هي عباره عن نيوكلير رياكشن موجوده عندي. تمام. حتى ما اجي اشوف الويند نفسها، سبب الويند دي موجوده ان الايه، ان الصن دي بتسخن الجو، الهواء اللي حواليك، فيبدا الهواء دوت في جزء منه يسخن، الجزء اللي بيسخن الدنسيتي بتاع الهواء بتبدا تقل، حاجه اي حاجه بتسخن بتقل، فيبدا يطلع للطبقات العليا لفوق لفوق لفوق، والهواء التقيل يبدا ينزل لتحت لتحت لتحت. اللي يحصل يبقى حصل حركه، حصل في هواء عمال يطلع لفوق، في هواء عمال يطلع لفوق، وفي هواء عمال ينزل تحت، حصل في حركه. من هنا بتنشا الايه، الويند. تمام. بيبدا الديستربنس دوت يعمل ويند عندي هنا. تمام. والويند دي لو انت شفتها هي دي اللي بتاثر وتسبب الويفز، ما هي الميه واقفه كده مكانها، الهواء عمال يخبط فيها، الهواء عمال يخبط فيها، فهو اللي بيعمل لها الويفز، فتلاقي شكل الويف ده بتاعها عشان في ويند عمال يخبط فيها. تمام. في ويند عمال يخبط في الميه فبيعملها شكل ويف. فمعظم الحاجات لما ترجعها تاني هتلاقي مصدرها اصلا كان الصن اساسا. تمام. فخلينا ناخدهم واحده واحده ونشوفهم عشان ناخد فكره عن اشكالهم. فاحنا التيبل دوت الميزه اللي فيه اللي خلاني اخترته، يعني ان هو في السورس اوف انرجي التايب احنا خدناه في الفيديو اللي فات، وعندنا الستور نوع الستور اللي بيجيب منه. تمام. واذا كان رينيوبل ولا نان رينيوبل، وزي ما احنا شايفين كله نان كله رينيوبل ما عدا الاثنين دول. تمام. يبقى اي حاجه رينيوبل ما عدا الفوزل فول والنيوكلير فول عشان دول هيخلصوا. تمام. اي حاجه ما عدا دول هم رينيوبل، يبقى دايما كله رينيوبل ما عدا الفوزل فول والنيوكلير فولز، وبيدينا الاستخدامات بتاعتهم وبيديني كميه الباور او كميه الانرجي اللي بتطلع منه، هل يقدر يطلع لي انرجي كتير اقدر اعتمد عليه ولا ما اقدرش. وبعد كده كل الحاجات دي، الحاجه الدرو باك بتاعها او العيب بتاعها او الويكنس اللي فيها،
اللي هو الامباكت على الانفيرومنت، في بعضهم بيلوث البيئه بيعمل بوليوشن، تمام؟ في بوليوشن حقيقي زي مثلا الفوزل فول دوت بيعمل هنا ايه، كربون دايوكسيد او اس او 2، لان انت لما بتحرق مثلا كل الفوزل فول دوت زي البترول بقى ايه، في سي بيسموه هيدروكربون سي اتش، فتلاقي مثلا سي اتش 4 سي 2 اتش 6 مثلا سي 2 اتش 6 اي مهم ايه، مكونات من مكونات السي والاتش كربون، فما تعمله مع الاكسجين يعني عندك سي اتش 4 مثلا بلس اكسجين لازم يطلع عندك سي او 2 في الاخر، سي او 2 ويطلع عندك اتش 2 او، بس المهم اللي يهمني السي او 2. السي او 2 اللي بيطلع لي دوت ده واحد من الـ من الـ من الجاسز اللي بتعمل او بيسموها الجرين هاوس جاسز، اللي بتعمل ايه، بتعمل بوليوشن تمام للانفيرمنت. في بعض الحاجات بوليوشن يعني الناس بتقول بوليوشن او لا، بيقول لك ان ايه سايت بوليوشن، اس اي جاي من كلمه سي يعني ينظر يرى، تمام؟ سي سايد يعني حاجه بتشوه منظر الرؤيه بتاع العين، زي مثلا حد يقول لك ايه الويند تيربينز، دي التيربينز بتاع الويند، الناس بتشوفها، في ناس بتشوه لهم المجال النظري او الرؤيه بتاعهم، ما بيحبوش اللي هو ده، يقول لك المنظر بتاعها ايه بدل ما تشوف خضره وجمال تشوف كده، فيسموها ايه السايد السايد بوليوشن، تمام؟ خلينا ناخدهم واحده واحده ونفهم. اول حاجه عندنا هنا الفوز الفول، ودوت عندي هو في معظم الكتب هتلاقي تلات انواع، في بعض الحاجات بسيطه قوي بيذكروا ان هم اربعه، احنا هناخد النوع الرابع احتياطي ان حد يعرفه، لكن هم في الحقيقه ثلاثه والمقرر عليك ثلاثه، الاويل والناتشورال جاس. الاويل اللي هو اي حاجه، الجازولين البترول بتاع العربيات، البنزين يعني نحطه منه في العربيه، او الديزل اللي نحطه في العربيات النقل وفي المحركات الثقيله وفي القطارات وفي واحيانا في محطات الباور ستيشن. وفي عندي الناتشورال جاز، غاز الطبيعي اللي بيستخدموه في الطبيخ وفي الحرق وفي حاجات زي كده، ده في البيوت. وفي الكول الفحم، الفحم برضو بيستخدموه في الباور ستيشن خاصة في مصر، بعد ما الثورة راحت فايه رجعوا تاني بعد ما كنا بدأنا نشتغل بناتشورال جاز، رجعوا مرة تانية يشغلوه بالايه بالكول عشان يخفضوا التكاليف شوية، تمام؟ فايه الكول بيستخدموه في الباور ستيشن برضو مرة تانية، ففي عندي اويل وعندي ناتشورال جاز وعندي الكول، تمام؟ الانرجي الموجوده في الحاجات دي شكلها ايه، ايه الستور بتاعها متخزنه فيه، كلها كيميكال انرجي. اما احرقها الكيميكال انرجي دي احرقها هتطلع لي ثيرمال انرجي، تمام؟ بعد كده في عندي حاجه هنا اسمها ويذر ات رينيوبل ولا نون رينيوبل، طبعا دوت نون رينيوبل 100 سنه 200 سنه، وكل الفوزل فول دي، فوزل فول يعني الوقود الاحفوري، يعني ايه احفوري بالعربي كده، يعني الحاجات اللي موجوده في الارض بقى لها ملايين او مئات الالاف مدفونه تحت الارض او معموله تحت الارض، تمام؟ بيسموها فوزل، يعني حتى بيستخدموها في النباتات، لما تيجي مثلا تلاقي مثلا شكل ورقه شجره مثلا موجوده وبقى لها مثلا كده محفوره في الصخر وبقت عباره عن حجر بقى لها مثلا 200 الف سنه ولا حاجه، دي سموها فوزل، ماشي؟ فوزل ليف وشكل ورقه بس حفوريه من زمان قوي، فالحاجات دي حفوريه يعني بقى لها كتير قوي، او فوزل فول، تمام؟ فدول نون رينيوبل بيستخدموهم في الترانسبورتيشن وفي الهيتنج وفي الالكتريكال الكتريستي جنريشن، تمام؟ طبعا الحاجات دي بتطلع كميه طاقه كبيره جدا، انرجي كبيره جدا، وبتطلع بالتالي باور كبيره، فبالتالي عندي الباور اوت بوت اللي بيطلع منها هاي باور اوت بوت، تمام؟ طب عيبها بتطلع الامباكت على الانفيرمنت، ريليز سي او 2، سي او 2 ده ايه كوزز جلوبال وورمنج، واحد من الجرين هاوس جاسز، تمام؟ جرين هاوس جاسز، تمام؟ سي اتش جي. بعد كده تاني واحد عندي النيوكلير فيول، النيوكلير فيول قلنا في عندي نوعين، ممكن اجيب حاجتين صغيرين هيدروجين وهيدروجين واعملهم ميرجنج يدوني هيليوم، يبقى كده عملت فيوجن، اف يو اس اي او ان، تمام؟ وممكن اجيب واحده كبيره واعمل لها ايه؟ واعمل لها سبليتنج بالاي فيجن، تمام؟ اقسمها نصين، ماشي؟ يورانيوم واقسمه اقسمه تو نيوكليس، يبقى كده اسمه فيجن، وده اللي بنستخدمه احنا في معظم الحاجات. الفيوجن موجوده في الشمس وفي حاجات ثانيه، بس هو غالبا هتلاقيها موجوده في الشمس، يعني اشهر اكزامبل يعني موجود فيها، تمام؟ طب بالنسبه هل في صور او في اي حاجه، ممكن طبعا النيوكلير دي بتطلع كميه انرجي كبيره، كميه باور كبيره جدا جدا، بس عيبها في الراديو اكتيف ويست، المواد اللي بنستخدمها دي، المواد الراديو اكتيف ماتيريال دي الهاف لايف سايكل بتاعها ممكن يوصل ل 200 سنه 600 سنه 7000 سنه احيانا، فلو انت حتى ما حدش بتطلع راديشن انت تقدر تستفيد منه، بس هي ما زالت بتطلع راديشن صغير ممكن ياثر على الناس اللي حواليك ويبدا ايه يعمل حاجه اسمها ايونيزيشن للسيلز بتاع جسم الانسان، يبوظها، يديها كميه يعني بيعملها ميوتيشن، تشوهات خلقيه يعني، وبيأثر حتى على الجينز وعلى الدي ان ايه اللي موجود في الانسان نفسه،
وعلى الاجيال الجديده، فمواد خطره جدا جدا ملوثه للبيئه. فهي دايما المواد الخطره النيوكلير دي الراديو اكتيف ماتيريال مشكلتها الاساسيه مش في استخدامها، لان انت بتبني المفاعل بتاعك بيقدر يحميها، لكن بعد ما تخلص منها لو انت حطيتها في صحراء ولا دفنتها في طبقه قريبه من سطح الارض، ما زال الاشعاع اللي بيطلع منها بيأثر على البيئه وعلى الناس اللي حواليها، ممكن يجيب لهم سرطانات، مش ممكن ده غالبا يعني هيجيب لهم سرطانات مع الوقت. تمام، عشان كده ايه بيبقى في حذر عليها. طبعا الدول الاوروبيه ما عندهاش مشكله ده قوي، عشان بتيجي على الدول الفقيره اللي زي مصر وغيرها وتروح تدفنها عندهم في الصحراء زي ما عمل مع حسني مبارك في الصفقه الشهيره دي، وخدوها دفنوها، مش تفرق الشعب يموت ولا ما يموتش، بس المهم ايه اخد فلوس لنفسه وجيبه الشخصي ودفنوا المواد الراديو اكتيف ماتيريال موجوده في بعض الصحاري في مصر. المشكله ان محدش عارف اماكنها فين، فممكن تاثر على بعض المجتمعات اللي ممكن في يوم من الايام تبقى يعني تنشا حوالين المناطق دي. يعني ده الراديو اكتيف ويست، ماشي، needs to be disposed، ده اهم حاجه الديسبوزال، ازاي تتخلص منها، ترميها او تتخلص منها. فهم دايما بيحفروا حفر كبيره جدا جدا تحت الارض ويحط عليها كونكريت، تخين طبقه كبيره من الكونكريت ويقفلوها من فوق بالكونكريت، وهنا بيغلفوها ببليد مواد رصاص ويحفروها في اعماق الارض. ده الطريقه الصحيحه اللي بيعملوها بيها، بيبقى فيه ليك بس بسيط جدا جدا عشان بيمنعوا كده ان حد يسكن حتى حواليها لفترات كبيره جدا من الزمن. طب خلينا قبل ما ننتقل من الفوزل فيول والنيوكلير نشوف الاشكال بتاعتهم. الفوزل فيول هنا زي ما احنا كده شايفين كده عباره عن ايه، ادي عندي الكول الفحم اللي بنشوي عليه العادي بتاع الباربيكيو، وادي الاويل البراميل الاويل، تمام، البترول اللي بيتباع بترول، وبعد كده بنصنع منه الجاسولين البنزين بتاع العربيات، بنصنع منه المواد التانية، تمام، الديزل او غيره، وده الناتشورال جاز، الغاز الطبيعي اللي بيستخدموه دلوقتي في البيوت عندنا. فهم التلات انواع، الاويل والناتشورال جاز والايه الكرود اويل والناتشورال جاز والكول، تمام، كرود اويل كول ناتشورال جاز. النوع الرابع حاجه اسمها الترف. الترف دي عباره عن ايه، عن عشب او بقايا نباتات قديمه جدا برضو بقى لها مئات بقى لها الاف السنين او ممكن اكتر من كده، بتتحول لاشكال قريبه من الايه، قريبه من الاشكال الحجريه او الخشبيه شويه. هي مش واضحه هنا في الصوره دي، بس انا جايب لها صوره تانية. يعني هي ما حدش دي موجوده في ايرلندا، يعني ده حتى هم يسموها الايه الايرش ترف، الترف اللي هو الايه العشب الايرلندي، يعني لان هي من اكتر الاماكن المشهوره فيها في ايرلندا. ده الاشكال بتاعتها بعد ما بيجمعوها يعني، تمام، فده احد اللي هي الاشكال بتاعتها، تمام، الاشكال بتاعتها هي دي، شايفين السودة دي الاشكال بتاعتها، عامله يعني شباب الحجاره، بس هي في الاخر هي نباتات، هي حاجات عشبيه يعني، تمام، اسمها الترف. لو عايزين صوره اوضح شويه ممكن برضه نشوف صوره تانية، هي دي وهي ناشفه بقى لونها اسود لونها بني شويه. فهي ده بيبقى اشكال عامله زي جذوع الشجر الخشب، بس تحس ان هي متحجره شويه كده. اوكي تمام. بعد كده النيوكلر، ده شكل النيوكلر باور ستيشن، هي شكل باور ستيشن عاديه. انا طبعا وريت لكم فيديو على الباور ستيشن هنا، في ده شكلها بيعبر عن الاشكال التاور زي انتوا شايفينها قدامكم دي، دي اللي بيحصل فيها الكيميكال النيوكلير رياكشنز اللي عندي، تمام، بيحصل هنا جوه هنا في قلب التاورز دي، تمام. وطبعا دي مغلفه بمواد كونكريت وبتحفظها من اي تسرب اشعاعي، طبعا لان كان في تجارب ماساويه حصلت في العالم قبل كده يعني، فدلوقتي العالم كله مهتم بالموضوع دوت، فبتمنع التسرب الاشعاعي منها. وبعد كده هنا كل اللي بيحصل ان هو يطلع كميه الانرجي، الانرجي دي بيدخل في جواها مواسير هنا كده، المواسير دي جواها ميه، الميه دي بعد ما تسخن وتغلي تبقى ستيم، تطلع هنا كده وهنا وهنا تتجمع وهنا وهنا في كله، وتروح هنا في زي ما انت شايف في حته هنا هوريها لك في الصوره اللي جايه، دي المحطه نفسها الستيم فيها التربين، تمام، التربين بتدور تدور الجنريتور، الجنريتور يطلع في اللي في الاوفر هيد لاين. الصوره الثانيه يمكن تكون اوضح شويه بالنسبه للحته دي، لو شفنا هنا كده هي دي، ده كده الابراج اللي بتطلع الهيت او الانرجي وتسخن الووتر، ودي كده الحته اللي فيها التربينز والمواسير والميه والحاجه دي كلها بتطلع هنا كده تمشي، تمام،
هنا كده وتسخن الميه، وفينا بقى تلاقي في تربين بتدور وفي جنبها الجنريتور ويطلع كميه الالكتريستي اللي احنا عاوزينها. تمام، هو ده شكل اللي النيوكلير باور ستيشن زي اللي موجوده حاليا فين اللي بنوها في ايران. تمام، هنا شكل المحطه نفسها كبروسيس، يعني مش كمحطه كبروسيس. وبيوريك هنا طبعا هي نفس الفكره بتاع اللي الباور ستيشن، اي حاجه فيهم نفس الفكره، ان انت تجيب ميه او تسخن لحد توصل درجه الستيم. تمام، الستيم ده اللي هو سوبر هيتد ووتر يعني، وبعدين تاخد سوبر هيتد ووتر دوت تعمل له انجكشن على تربين. تمام، يطلع كده زي الجيت كده، بيطلع ميه شديده ببرش عالي جدا جدا. تمام، تدور هنا التربين، فينا تربين مثلا زي المروحه كده. تمام، تدورها شكل كبير، تطلع على الجنريتور، اما دي تدور تدور الجنريتور معاها، الجنريتور طبعا فيه ماجنتيك فيلد هيطلع الكتريستي توصلها بعواميد الايه، عواميد الكهرباء. فهي الفكره هنا ان انت هنا ده الرياكتور بيسموه اللي هو التاور اللي انا قلت لك الكبير دوت جواه يعني الحاجات دي، فده الرياكتور، ودوت هنا ليه الراديو اكتيف ماتيريال، بتبدا تعمل هنا النيوكلير فيجن اف اي اس اي وين اف اي اس اس اي وين النيوكلير فيجن. تمام، في الرياكتور بيسخن الوتر بدرجه حراره كبيره جدا جدا، درجه حراره عاليه هنا في سوري، بيسخن هنا يطلع حراره هنا في المواسير دي، والوتر يعدي حواليها. تمام، فهنا بيسخن حراره، بيطلع حراره كبيره جدا، تمشي في المواسير، حراره بتمشي في المواسير، المواسير كانها مولعه يعني. تمام، والوتر يمشي جنبها، الوتر يسخن درجه حراره كبيره جدا جدا، يبقى ستيم او سوبر هيتد ووتر، يدخل على التربين هنا يدور التربين، والتربين متوصله بالجنريتور اللي يشغل الجنريتور يطلع الكتريستي. الميه بعد تخرج منها كونفردت تيجي هنا تاني كده، يدخلها مره تانيه. تمام، تسخن شويه، وبعد كده في بروسيس ليها معينه يدخلها تاني بحيث انها تسخن مره تغلي خالص. تمام، وياخدها ميه مره تانيه ويعمل. طبعا الميه اللي بتخرج من هنا بيكون درجه حرارتها عاليه لسه، فبيعمل ايه؟ ساعات بيستخدم الميه اللي داخله، بدل ما تدخل ميه بارده بيستخدم البقايا الميه الحاره اللي هنا يسخن بيها الميه قبل ما تدخل، فيخليها تدخل ساخنه شويه، وتدخل هنا تزود سخونيتها اكتر لحد ما تبقى ستيم، وتدخل مره ثانيه تدور التربين الجنريتور وهكذا. تمام، هي دي البروسيس اللي في النيوكلير باور ستيشن من جوه. الفرق الوحيد بينها وبين الستيم باور ستيشن العاديه، ان الستيم باور ستيشن العاديه احنا كنا بنحرق فيها هنا كول او اي حاجه، كنا بنجيب فحم هنا كول او اويل او ديزل او اي حاجه يعني هنا، وكنا نحرقه ونسخنه وهو يسخن الستيم، والستيم اللي يسخن الوتر يتحول ستيم، والستيم يشغل التربايه. هنا كل الفرق ان انت بتجيب بس ايه، رياكتور نيوكلير رياكتور. تمام، بيعمل عمليه الفيجن، يعمل الانشطار النووي، وبعد كده دوت اللي بيطلع لما تعمل الفيجن بيطلع كميه انرجي كبير، الانرجي دي بتستخدمها تسخن بيها الوتر. هو ده الفرق الاساسي اللي بين الاثنين. تمام، والباقي غير كده الكونسبت هي نفس الكونسبت يعني. بعد كده عندي الباي فول اللي قلت لك عليه دوت، الدوت طبعا عباره عن خزان زي ما قلت لك بيكون تحت الارض، قلت لك طلبه هندسه كان عاملين بيجيبوا خزان كده. تمام، ويعملوه هنا كده ويردموا عليه ويسيبوا بس الماسوره دي اللي طالعه منه، ويفتحوا فتحات بس يرموا منها هنا الايه المانيور. تمام، اللي هو البيبي الروث بتاع الحيوانات، يجمعوا كده بيقول لك بيعملوه في الارياف، يقدروا يجمعوا كميات كبيره، الفلاحين بيتخلصوا منه، وهم دلوقتي ايه الشباب دول بيستفيدوا منه ويطلعوا الكتريستي ويبيعوها لهم، ممكن بسعر مخفض او اي حاجه يعني. المهم بيطلعوا المانيور او الروتنج بلانت، النباتات البايظه المعفنه اي حاجه، ويرموها هنا. طبعا بتبقى كميات كبيره، طبعا خزانات كبيره يعني، ممكن خزان قد بيت يعني. تمام، ويسيبوه يوم او يومين او ثلاثه، هو يقعد ايه بيعمل انيروبيك ريسبيريشن، وبعد كده يبدا ايه يطلع غاز الميثان، ويستخدموا الغاز ده يشغلوا بينه ايه البيوت. تمام، ده يسموه الدايجستر، مش تفرق معانا الاسم بتاعه يعني، بس ده الفكره اللي بقول لك عليها اللي هم بيستخدموه. فدوت هنا عباره عن ايه، مواد عماله تعمل رياكشن مع بعضها، هي اصلا كل الطاقه اللي متخزنه جواها كيميكال انرجي. تمام، عشان كده ما تيجي تبقى انت تبص على البايو فيول هتلاقي الاسطول بتاعه كيميكال. تمام، وطبعا ده رينيوبل، حد يقول لي رينيوبل ازاي ده بيخلص؟ هي النباتات البلانت روتنج بلانت عمرها ما تخلص في العالم، المنيور بتاع الحيوانات عمره ما يخلص في العالم، طول ما الكون موجود هيفضلوا موجودين، طول ما في كائنات حيه هيفضلوا موجودين. تمام، عشان كده هو رينيوبل. لكن الفوزيل فول بيخلص، هو اوريدي اتعمل بقى له ملايين السنين وكميه محدوده في عدد دول محدوده وهيخلص خلاص. تمام، بيستخدموه في ايه؟ برضه بيستخدموه في الهيتنج، في الالكتريستي جنريشن، معظم الحاجات الالكتريستي جنريشن كومن معاك، تقدر تقولها في اي حاجه، او في الترانسبورتيشن، هو حاجه مثلا غاز او اويل تقدر تقول كلمه ترانسبورتيشن، لان يقدر يصنع. حتى الكون نفسه ايام زمان كانوا بيستخدموه في القطر، ايام زمان القطارات كانت بتمشي بالفحم. تمام،
البايو فول دوت طبعا ما بيطلعش كميات كبيره جدا، بيطلع ميديوم. فانت عندك خد بالك، في عندك هاي وفي فيري هاي وفي ميديوم. النيوكلير هو اعلاهم، كميه انرجي كتيره جدا جدا جدا، وده اصلا خطر كمان، لان ممكن مع كميه الانرجي دي لو ما سخن، لو ما تخلصت منها، ممكن الجهاز ده يقعد يسخن، والمره الجايه يزيد اسخن اكتر واكتر لحد ما ينفجر. فعشان كده لازم المفاعلات النوويه دي بتبني جنب البحر، ما يقدرش ان هو يبنيها كده ويسيبها في حته، لازم تبني جنب البحار، لان بياخد ميه مباشره من البحر يقعد يبرد بيها الايه، في شبكات جوه التاورز دي بتقعد تبردها ميه من البحر مباشره. عشان كده برضو ده احد عيوبه، ان هو ايه، الميه اللي بتسخن دي لما بيرميها في البحر وهي دافيه شويه تاني بتعمل ايه، بتاثر على كل الكرييتشرز او السبيشيز، الكائنات البحريه اللي موجوده في الهابيتاتس دي، في البيئه البحريه دي، تخلي بعض الاسماك وبعض انواع الحيوانات تطفش من هناك، وبعض الانواع التانية ممكن تيجي، فبيغير الايه الايكولوجي بتاع المنطقه نفسها. تمام. بالنسبه للويند، فالويند اصلا اي ويند، الويند عباره عن حركه، هواء بيتحرك، اي حاجه فيها حركه كينيتيك انرجي. تمام. يبقى عندي الويند كينيتيك انرجي، هتلاقي التايدز كينيتيك انرجي لان التايد عماله ايه، الميه عماله تمشي، هتلاقي الويفز كينيتيك انرجي. تمام. لان هي الويف عباره عن حركه، ماشي. فهتلاقي عندك الثلاثه دول كينيتيك انرجي، سواء الويند سواء التايد سواء السولار سواء الووتر ويفز، التلاته مع بعضهم كينيتيك انرجي. تمام. الويند دي عباره عن حركه الهواء، وطبعا دي حاجه رينيوبل بيستخدموها مباشره، يطلع منها الكتريستي مباشره. هي عباره عن بقى، هنا مفيش بقى ايه، مفيش ستيم ومفيش حاجات دي كلها، هو هواء بيدور التربين. تمام. والتربين دي بتدور معاها جنريتور، هي تربين مع جنريتور، يعني تربين ولازقه فيها جنريتور على طول، تاخد تدور وتدور الجنريتور، يطلع الكابل فيه الكتريستي، ادي الموضوع. تمام. فهي دي الفكره بتاعته. تمام. برضو حتى هنا في التايدل انرجي هتلاقي في نوع عندك اسمه تايدل تربين، تربينه تحت الميه، برضو نفس الفكره بتاعت التربين دي، هي تربين مع جنريتور، الاثنين مع بعضهم متوصلين مع بعضهم، يعني المروحه التربين دي مع الجنريتور متوصلين مع بعضهم، يطلعوا لك الكتريستي على طول بالكابل على طول. تمام. فعندي هنا الويند انرجي، المصدر بيجي لها منين؟ الويند كاينيتيك، هي رينيوبل، ايوه، تطلع الكتريستي جنريشن. عيبها بقى ان انت بترص بقى هنا كميه كبيره جدا جدا، ماكو مثلا 100 ولا 150 ولا 200 ولا 300 تربين من دول، الويند يسموه الويند ميلز، اوكي، الويند ميلز، اوكي، الويند اسمها الواحده فيهم يعني اسمها ويند ميل، ودي على بعضها بيسموها الويند فارم، مزرعه الايه، مزرعه الرياح. تمام. دي بتاخد كميه كبيره جدا، وكل واحده في دول تكلفتها غاليه عشان تصنع، ويكون هو الغلو اللي فيها موضوع التربين مع الجنريتور اللي مع بعضهم هنا دول، هو دي اغلى حاجه فيها يعني. تمام. فما يكون عندك التربين مع الجنريتور دول بتطلع كميه انرجي مش كبيره قوي. تمام. النقطه الثانيه ان التكلفه الاساسيه، برضه هناخد كل العيوب والمزايا بتاعتها بعدين بالتفصيل، يعني التكلفه الاساسيه بتاعتها بتكون كبير، بس بتعوز كميه كبيره عشان تطلع كميه الطاقه اللي انت عاوزها، وكمان مش كميه كبيره قوي يعني، يعني كميه الطاقه مش كبيره، يعني اعداد كبيره وتكلفه كبيره وما بتطلعش كميه الطاقه اللي انت عاوزها. تمام. عندنا احنا في مصر في منها تقريبا محطه او اتنين، اعتقد في الضبعه في او في طريق الغردقه في واحده، وفي الثانيه والله مش عارف، بس اعتقد في اتنين في مصر في الصحاري يعني. بعد كده في عندي حاجه اسمها الهيدرو الكتريستي، قلنا كلمه هيدرو يعني دامز، يعني سد. تمام. اهو زي السد اللي احنا قلنا عليه، بيبدا يجي هنا في حته واطيه، يعني جبال وحاجات بيجي فيها امطار، ويجي في حته واطيه زي دي كده ويعمل ايه، ويجيب الليك هنا، البحيره او الحاجه، يعملها هنا زي دي كده ويعمل عليها سد هنا. شفت السد هو الصغير ده، ده السد، والميه محجوزه هنا، ويجي السد ده من فوق يبدا منه فتحات، ويشغل ويركب تربين تحت، ويبدا ينزل ايه، ينزل عليه. فهو الهدف منه انه بيحجز الميه ولحد ما توصل على ارتفاع عالي، ويركب تربين على ارتفاع منخفض، فيبقى عندك جرافيتيشن بوتنشال انرجي تنزل من فوق من هنا من السد، تنزل على التربين اللي تحت بالجرافيتيشن، تقوم مدوره التربين. تمام. تقوم التربين دي متوصله بجنريتور، الجنريتور يطلع ايه، الكتريستي. نفس الفكره، بس هنا بتعتمد على البوتنشال انرجي الموجوده عندنا. تمام. زي السد العالي في مصر، وزي السد النهضه اللي اتبنى في اثيوبيا. فهنا بيتكلم على ايه، على الهيدرو الكتريستي، الهيدرو الكتريستي كلمه هيدرو يعني ووتر، والكتريستي متولده من الووتر. السورس الستور بتاعها هو مين، هو الجرافيتيشنال بوتنشال، الحاجه الوحيده في السدود ان بيكون على ارتفاع عالي
وزي ما احنا خدنا في درس البريشر، كل لما ايه تبقى انت حاطط حاجه على ارتفاع الكولوم، ذا هايت اوف ذا كولوم اوف ذا ووتر او ذا ليكويد اباف ذا اوبجكت، عالي بيكون البريشر عالي، فهو بيحط التربين تحت خالص والايه والووتر بيكون عالي، فيكون عندك في فرق اليفيجن كبير تنزل عليها، يكون في بريشر كبير يبدا يدورها جرافيتيشنال بوتنشال. طبعا ده رينيوبل يطلع الكتريستي، والكميه اللي تطلع منه ميديوم، ما هوش هاي زي الفوز فوق ولا فيري هاي زي الايه زي النيوكلير. الحاجه اللي هتلاقيها تقريبا الوحيده اللي فيري هاي عندك هي الايه الحاجه اللي بتيجي من اي نيوكلير رياكشن، سواء كانت من النيوكلير فيول في الباور ستيشن او من النيوكلير بتاع السن. فين السن؟ اوكي، النيوكلير بتاع السن ده بيطلعوا فيري هاي. تمام، التايدز برضو هنا في ناس اذا احسنت استخدام التربينز، انواع التربينز بتطلع فيري هاي، لكن لو استخدمت بس البرج دي بيطلع انواع ايه متوسطه. تمام، البرج دي بيطلع انواع متوسطه او هاي، بس حسب التكلفه اللي انت عاملها فيها قد ايه يعني. وفي ناس بتعمل نوع كومبايند فممكن يزودها شويه. كده خدنا الهيدروستاتيك الكتريستي، الجيوثيرمال زي ما قلنا كلمه جيو يعني ايرث، والثيرمال يعني حاجه جايه من تحت الارض. الانرجي بتاعتها ولا كاينتيك ولا جرافيتيشنال، لان ما فيش حاجه بتتحرك، كاينتيك يعني حاجه بتمشي، ولا جرافيتيشنال يعني مش على ارتفاع، ولا كيميكال، وامال دي طاقه انترنال انرجي موجوده من الايرث، انترنال داخل طبقات الايرث نفسها. يعني عندي هنا ايه الايرث نفسها اللي عندي في انرجي موجود فيه. خلينا نشوف الصوره واوريكم احسن تكون اوضح شويه. لو انت شفت هنا هتلاقي في عندك طبقه الايه الماجما، شفت الماجما الطبقه اللي فيها النار اللي جوه في قلب الارث الكور بتاع الارث. طبعا احنا ما بنوصلش للطبقه دي لان طبعا دي خطر جدا اصلا اي حد، وصعب ان اي حد يوصل لها يعني. احنا بنوصل بس لليفل اوف مثلا 1 2 3 5 كيلومتر مثلا، زي مشروعات البترول يعني، وبتنفع في الاماكن اللي تكون فيها الطبقات الساخنه دي، لان احيانا بيكون هنا ايه المسافه دي كبيره جدا، بس في بعض الدول بيكون الطبقه دي اصلا نفسها قليله عندهم، يعني يا دوب تلاقي كده سوري تلاقي فوق الطبقه دي على طول كده هنا كده، فيقدر ان هو بسهوله يحفر مثلا حوالي يعمل ديجنج مثلا حوالي 1 كيلومتر 2 كيلومتر يحصل اللاير دي، ساعتها ممكن هنا تكون التكلفه بسيطه. التكلفه هنا هو الفكره هنا بيعمل ايه؟ بيجيب ميه بارده ويبدا يحطها هنا كده، يضخها يعمل بايب، يركب ماسوره والماسوره دي بتلف وتطلع تاني كده، هي ماسوره عامله كده نازله طالعه كده. تمام، دي ماسوره يدخل من هنا الميه، الميه تنزل هنا كده، في نار تحت هنا في الارث، درجه حراره عاليه جدا 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 في الارث، تبدا تسخنها تخليها تغلي، تبقى سوبر هيتد، مش تغلي يعني سوبر هيتد يعني، وتقوم الميه طالعه هنا ستيم، يستخدم هي دي كل الفكره بتاعتها. فهو بيجيب الميه البارده هنا كده يدخلها في الايه في الهوت لاير دي اللي في الارث، الميه تغلي بتتحول لسوبر هيتد ستيم، ستيم الستيم يدخل هنا كده يدخل على التربين دي، التربين اهي يشغل التربين، والتربين دي تشغل جنريتور، والجنريتور يطلع الكتريستي على الاوفر هيد لاين اللي بيتوزع على البيوت. تمام، هي دي الفكره كلها باختصار يعني بتاعتها. اعتقد كان في عندنا صوره ثانيه بتوضح ايه الشكل بطريقه اوضح برضو شويه، خلينا نشوفها. هنا بتوضح السايكل بتاعتها، وهي تقريبا كله زي ما قلنا كده شبيهه باللي هي النيوكلير انرجي، كله من نفس الكونسبت يعني، بس دي بتوضح البروسيس نفسها. البروسيس هنا عباره عن ايه؟ ان زي ما قلت لكم كده بيجي هنا ايه؟ بيجي عندك الكولد ووتر من هنا، تمام؟ بيجيبوها من البحر او من اي حته، ماشي، وتدخله في الطبقه اللي هي الهيت لاير دي في الارث، يسخن جدا جدا، يطلع من هنا الووتر سخن جدا، يدخل على التربين، شغل التربين، والتربين توصل بقى الجنريتور، وبعد كده يطلع على شبكه الالكتريستي. هي دي باختصار يعني الفكره بتاعتها، او على قد اللي انت محتاج تفهمه في المرحله دي. هنا زي ما بقولك كده بيحاولوا يعملوها في مناطق قريبة من الأرض، مناطق حتى يعني هم نفسهم أحيانا يلاحظوا إن درجة حرارة عالية جدا جدا، وبيطلع نافورة نار كده أو مية بتغلي من تحت الأرض لوحدها كده، فيعرفوا إن الطبقة دي منخفضة، لأن يعني في بعض المناطق في العالم قريبة جدا من إيه، مش قريبة جدا يعني أقرب من غيرها يعني، من طبقات الأرض اللي الداخلية، أو طبقات الأرض الداخلية فيها بتكون أعلى شوية، أو يكون في كراك شرخ أو حاجة في طبقات الإرث من جوه، فبيحصل تسريب لكمية الحرارة، فتقرب المناطق القريبة من الأرض ما تقدرش حتى تمشي عليها برجلك العادية، أو بتحس إن درجة الحرارة أعلى بكتير من إيه؟ من المناطق اللي زيها تانية اللي في العالم المثيلة ليها يعني. تمام؟
ده كده بالنسبة لل للجيوثيرمال. نتكلم على التايد. والتايد دي زي ما قلت كده هي التايد عبارة عن مية. في فيديو عليها هتشوفه ده شوية. هي عبارة عن ان انت قاعد على البحر هنا على شط البحر، جبت كرسي كده وقعدت على شط البحر وحطيت الكرسي بتاعك، وجيت مثلا الظهر وقعدت قعدة طويلة شوية لحد المغرب، الكرسي بتاعك كان في الحتة الناشفة هنا وانت قاعد عليه، والمية كانت هنا كده. بعد شويه لقيت الميه عماله تسحب، الميه جت هنا، الميه جت هنا، الميه جت هنا، الميه جت هنا، لحد ما الميه تيجي تحت رجليك وتعديك كان، وتلاقي الكرسي بتاعك بقى في الميه. ايه اللي بيخلي الميه تيجي؟ هي الميه مع الوقت عماله تمشي على مدى 6 ساعات او 12 ساعه، عماله تمشي كلها، مش الطبقه الفوقانيه اللي على الوش الويف، لا الميه كلها عماله تمشي لحد ما تبدا الميه الحته انت كنت قاعد فيها بالكرسي دي هتلاقي بقت جزء من البحر بعد شويه، تمام؟ فهو بيستغل كده ويحط حاجه اسمها تايدال تربين، هنشوفها دلوقتي، في قلب الميه دي. دي بيحطها في قلب المية، والمية اصلا كده كده عماله تمشي طول النهار، تمام؟ بتمشي الناحيه دي 6 ساعات او 12 ساعه، هتبدا طول ما ماشي هتدور دي، تمام؟ والدول والتانيين طبعا كلهم، فيبدا يعمل يدور 6 ساعات وهي راجعه اخر النهار او الصبح، يعني حسب المكان. يعني احنا مثلا بتلاقي في بالليل المايه بتزيد، بيحصل المد بتاعها بيزيد يمشي الناحيه دي، وبالنهار تلاقي المايه بترجع تاني، تلاقي البحر الحته اللي انت كنت قاعد فيها رجعت ناشفه مره تانيه، ترجع الناحيه دي، فبيشتغل بعد 6 ساعات او بعد 12 ساعه يشتغل الناحيه التانيه. فهي مصممه ان هي تشتغل في الاتجاه الاثنين، الديزاين بتاعها ان هي كده تطلع الكتريستي وكده تطلع الكتريستي، فهتطلع الكتريستي في الحالتين. فده بيستغل الويف، ودوت مش الويف من فوق، ده بيشتغل التايدز من جوه الميه، دي اسمها تايدال تربين. لان انا عندي التايدز في نوعين، في بيستخدم تايدال تربين، وفي عندي نوع تاني بيستخدم ايه، خلينا نصغر الصوره دي بس الاول. بيستخدم حاجه اسمها الباراج عندي هنا، يعني بيستغل ان الايه، ان الويف ده بتيجي عاليه قوي كده، بيعمل لها هنا حاجه اسمها الباراج هنا، حواجز او زي سدود كده، او حواجز هنا زي سدود او حاجه، فالميه بتيجي بتدخل تعبي هنا كده، تمام؟ تقعد تعبي، وبعد ما يعملها فتح، بعد ما تعبي دي سدود موجوده دايما بشكل دايم كل يوم، يعني هي يعني طول العمر يعني موجوده مبنيه اصلا. والويفز هي والتايدز بتيجي عاليه فبتبدا ايه تملاها، واعمل لها فتحات من تحت هنا، وفي ايه تربين، والتربين متوصله بجنريتور، والجنريتور يطلع الكتريستي. فهو بيستغل ان الميه بتيجي عاليه تدخل في قلب الايه، تدخل في قلب البراج اللي هو عاملهم هنا دول، تمام؟ ده الفكره بتاعته. هنشوفها كده برضو دلوقتي عندنا في الشرح هيبان. في عندي برضو هنا رسمه تانية ليه لموضوع التايدل تربينز، برضو نفس الشكل ونفس الحاجه، يعني بيكلمك برضو ان هي موجوده هنا تحت اهيت. لو الميه بتيجي هنا كده طول مثلا 12 ساعه الناحيه دي هتبدا تدور كده، دي هتدور كده، هتدور كده، ولو هتيجي الناحيه التانيه هتلاقي دي تدور الناحيه دي وتدور الناحيه دي وتطلع اكتس الناحيه دي، فمره كده ومره كده، تمام؟ 6 ساعات كده و6 ساعات او 12 ساعه و12 ساعه. وده طبعا في ايه، في كابلات هنا وانت شايف هنا وايرات، في واير اهوت وفي واير اهو واير اهو، ده بيطلع الكتريستي. يعني ده ما بيدور في هنا كده التربين والجنريتور هنا كده، او في جزء فوق وجزء تحت، تمام؟ بيدوروا مع بعضهم متوصلين بعمود بيطلعوا الكتريستي، وفينا واير وده في واير وواير، والوايرات كلهم بيوصلوا بعضهم يطلعوا على الايه، على النتورك، فيقدر ايه ان هو يستغلها. ده كان ده اسمها اللي هي التايدل تربينز. خلينا نشوف التايدل تربينز. طبعا ده ما دام تايد وميه بتمشي، يعني ايه؟ يعني وي يعني ايه؟ يعني حاجه بتمشي، يعني كاينتيك انرجي. بس دي الميه كلها بتمشي، مش الويف بقى نفسها على الوش على السطح الخارجي، لا الميه كلها على بعضها كده بتمشي، ميه البحر كلها بتمشي الناحيه دي، فاي موفمنت يعني كاينتيك انرجي. طبعا ده رينيوبل بيطلع الكتريستي، ماشي؟ ده very high but hard to way to hardness. الصعوبه فيها ان انت تثبتها وان انت تخليها في مكانها. قبل ما نشوف الفيديو بتاعها هتلاقي شويه صعب حتى ان ايه، ان تثبيت البتاع نفسه في الارض والتركيب بتاعها وكده في القاع بتاع الاوشن، هم بيركبوها في قاع الاوشنز، تمام؟ فبيقول لك but hard to hardness، لكن هي احتمال كبير يبقى بتجيب باور كتير، يعني potentially very high، يعني maybe it's very high it's around very high. اوكي، بيعملوها ازاي هنا؟ هو هنا بيتكلمك على الفكره بتاعت تايدال باريج كان بي بلوك ده السويتش، ده العيب بتاعها. فهو هنا بيتكلم على انواع ان انت تجيب بيه، اللي انت بتجيب حاجز كبير واما يجي التايد بتنزل هنا فبتخزن الميه هنا وتفتح فتحه تحت وتطلع الاكتس اللي هو الباراج، تمام؟ في زي ما تقول في نوع تاني اللي هو بيعتمد على الايه؟ على التربين، بس هو مش ده اللي هو بيتكلم عليه هنا، هو بيتكلم على الباراج.
بتكلم على على ما بتكلمش على التربينز دول، ده نوع تاني موجود بس مش ده اللي هو الاكزامبل هو مدوني هنا، تمام. وبرده حتى الشرح بتاع الكتاب مش متكلم على النوع دوت، هو متكلم على اللي البراج بس. بيقول لك ان انت بقى عندك في البحر بدل ما تبني الخزانات دي او السدود دي البراج دي عشان تخزن فيها الميه اللي بتيجي من التايدز طول النهار، عمال التايدز تيجي وانت تعملها، اللي بيحصل بريكن دي بتقفل المكان الشط بتاع البحر. عاوز تربي انت مواسير صرف صحي والحاجات دي كلها، ما بتقدرش ان انت تعمل السوج بايبس والحاجات دي، بتعمل لها بلوك بتقفلها، تمام. فبتقول لك كان بلوك ذا سوج ويتش نيدز تو جو اوت تو ذا سي، انت محتاج تعمل ايه الصرف دوت محتاج تعمله، فده بيعمله بلوكينج، تمام. في ناس كتير بيتلخبطوا بين في التايدل انرجي بينها وبين الويف انرجي. فهنا بس احنا حبينا نوضح نقطه، احنا الويف انرجي شفنا في الفيديو بتاعها ان الفلوتس وعماله تطلع وتنزل وطول النهار، تمام، لان الويفز دي عندها كينتيك انرجي، فالويف دي عماله تتحرك على طول، رايحه جايه رايحه جايه طول النهار. لكن التايدز اللي هي اللي بيسموها المد والجاز دي نتيجه اللي الجرافيتيشنال اتراكشن بتاعه المون والسن على الايرث اون ذا ايرث، تمام. فدي بتقعد انت لو انت حتى قاعد على الشط كده مثلا، رحت الصبح هتلاقي الميه داخله في قلب البحر شويه، وتقدر تجيب كرسي وتقعد في حته مبلوله كان مكان الميه بتاعت امبارح. لو انت سهرت لحد المغرب على شط البحر او العشاء هتلاقي الميه عماله تيجي على الشط، تيجي لحد المكان اللي انت قاعد فيه بالكراسي بتاعتك اللي هو كان مبلول من امبارح، هتلاقي الميه جت في الحته دي، وبعد شويه ممكن تلاقي نفسك انت جوه في قلب الميه نفسها. وبعد كده وصلت لو انت مثلا راكن مثلا سيارتك مثلا ولا حاجه على الشط بعيد شويه، هتلاقيها الميه وصلت لحد هناك وهكذا، فتلاقي المستوى بتاع الميه بيقعد يزيد كل شويه. فده بيعتمد على اللي هو الجرافيتيشنال بول، جرافيتيشن بول اوف ذا اوف ذا اوف ذا مون اند اوف ذا ايرث اون ذا سان، تمام. ف طبعا كل حاجه عندها جرافيتي، يعني من المون عنده الجرافيتي بتاعته والسن عنده الجرافيتي بتاعته، فده تاثيرهم على الارض بيأثر على الـ على الـ على التايدز، تمام. فهو هنا بيبقى في عندك نوعين اتنين، النوع الاولاني ان انت بتعمل باراج، الباراج اللي هو خزان كده على الشط بره، وكل ما الويفز دي منسوبها يعلى او الميه منسوبها دي يعلى او يزيد، بتبدا تتملي تتملي تتملي، بيقعد الموضوع ده يتكرر ممكن ايه ممكن 6 مرتين في اليوم مثلا، ممكن 6 ساعات و6 ساعات او 12 ساعه و12 ساعه، تمام. فبقى في عندك مد وجزر حسب الدوره حسب التوقيت بتاعهم حسب موقع القمر من الشمس بتاعهم على نفس الخط ولا مختلفين، في عوامل كتير يعني عندنا. فالمهم يعني انت ممكن في مد 12 ساعه و12 ساعه، ممكن 6 ساعات و6 ساعات. ففي بس بيحطوا البراج دوت الخزانات دي بيبنوها او بينشوها على البر بره على الشط، وهي بتتملي في خلال مثلا 6 ساعات اللي هم بيفهموا مد بتتملي فيهم، وبعد كده يستخدمهم بعديها ان هو يجنريت الكتريستي بيهم. والنوع الثاني ان انت بتجيب اللي هو التايدل تربين، تربينه تربين زي المروحه كده، بتجيبها دي ارتفاعها كبير، بيكون ارتفاعها حوالي مثلا ايه بتختلف طبعا من مكان لمكان، بس ممكن توصل مثلا لحد مثلا 25 26 متر، يعني تقريبا بنتكلم على 7 ادوار 8 ادوار عماره 7 ادوار او 8 ادوار، تمام. دي بيحطها في الاوشن في المحيطات من تحت، تمام، وبتوصل بعد كده هي بيوصلها قبل ما يحطها قبل ما ينزلها بالمركب ولا حاجه البرج اللي بيروح بيها، قبل ما ينزلها بيكون موصلها بكابلات وحاجات، والكابلات دي بتوصلها بالشبكه اللي موجوده في ارضيه البحر. وطبعا التايد ده الميه بتقعد منسوبها يزيد لمده مثلا 6 ساعات فرضا ان هي مثلا اقل حاجه مثلا 6 ساعات متوسط، عماله تزيد وتقرب من الشط اكتر، تقرب وتزود نسوب الميه على الشط يزيد يزيد يزيد، فدايما في حركه انت ما بتشوفهاش لان حركه تحتيه تحت في الميه، حركه الميه كلها مش حركه الويف من على الوش، الويف بتبقى حركه من على الوش من بره كينيتيك انرجي بس مجرد حركه، لكن التايدز الميه كلها اصلا بتتحرك وبتزيد منسوبها ناحيه الشط، فهتقعد تتحرك لمده مثلا 6 ساعات او 12 ساعه ناحيه الشط، وبعد كده في 6 ساعات تانيين يبدا يدور الميه تبدا تتسحب تاني تدخل في البحر تاني، فيبدا يدور العكس الناحيه التانية. فهي معموله هي بتشتغل في الاتجاه الاثنين زي ما هنشوف فيه في الفيديو ده دلوقتي كده. ده كده هو بينزل الايه التايدل تربين اللي هو بيسموها التربينه يعني، او عامله زي المروحه يعني كده كبيره، بيبدا ينزلها وهي متوصل فيها، يجي بعد شويه ده لسه في البرج متركبه في البرج المركب يعني، وهيبدا يسيبها بس بعد ما يركب فيها توصيل الالكتريكال كيبل بتاعها اللي هيوصل الكتريستي اللي هتتولد منها، لان هي ما بتدور دي مش محتاجه بقى هنا ولا ايه ولا تربين، هي نفسها تربين، فما بتدور جواها جنريتور، يعني هي نفسها تربين وجواها جنريتور، اما التربين بتدور تدور الجنريتور تطلع الكتريستي على طول، تمام. هي كده بينزلها في قلب الميه، هتستقر في القاع بتاع المحيط دلوقتي، وده الكابل بتاعها الاصفر اللي ورا دوت، هو ده الكابل بتاعها، تمام. بعد ما وصلها كده واستقرت في قلب قاع البحر، الكابل كده متوصل، هي بتدور المروحه دي هتبدا تدور
البليدز بتاع التربن دي هتبدأ تدور، وجواها في جنريتور، الحته اللي ورا دي اللي مش في ناحيه الريش المروعه، البليدز بتاع المروعه الحته اللي ورا دي دي فيها جنريتور، فما بتدور بتدور الحاجه جوه الجنريتور، الجنريتور جوه ماجنتيك فيلد في برودوس او جنريت الكتريستي، والالكتريستي بيمشي في الكيبل، وهو عامل نتورك بالحاجات دي كلها بيجمع بيها. طبعا دي عيبها ان هي احيانا بتعيق حركه الملاحه وبتاثر على الهابيتس او الانفيرمنت ماشي الكوليج بتاع المنطقه نفسها، لان في بعض بتعمل اصوات وبتعمل حركه وفيها الكتريستي وفيها الكتروماجنتيك ويفز، وفي في فيلد الكتريكال فيلد حوالين الكيبلز والحاجات دي كلها، في بعض الكائنات ما بتقدرش تستحمل فتقدر تهاجر من مكانها وكده، فبتاثر على تكوين البيئه نفسها، البيئه البحريه نفسها، ممكن كائنات تختفي من المنطقه دي خالص، وممكن كائنات تانية تيجي اصلا جديده هنا. يعني نشوف كده البليد وهي بدات تشتغل، لان دي هتقعد 6 ساعات او 8 ساعات شغاله في الاتجاه ده، لان الميه عماله تزيد وتروح ناحيه الحاجه اللي قبل الاخيره عندي هنا اللي هي السولار انرجي. تمام، وزي ما قلنا كده السولار طبعا هي رياكشن بين هيدروجين والصن، كلها هي عباره عن هيدروجين مع هيدروجين مع هيدروجين، عاملين طول النهار يعملوا فيوجن مع بعضهم، كل اتنين هيدروجين يعملوا فيوجن تمام النيوكليس ويعملوا هيليوم ويطلعوا كميه انرجي رهيبه. ده الصن بتاعتنا اللي هي درجه حرارتها بتوصل السطح الحراري بتاعها ل 6000 كيلفن. تمام، فالسولار انرجي بتعتمد على ايه؟ السورس الستور بتاعها هو النيوكلير، وهي طبعا رينيوبل الكتريستي جنريشن، وطبعا دي فيري هاي تمام بات هارد تو هارنس، برضه صعب ان انت ايه تعمل اجراءات تستفيد منها، معقده شويه مش سهله يعني، لكن هي بتيجي اصلا كميه كبيره، لكن صعب ان انت تستفيد منها كلها او تقدر تستخدمها. تمام، ما لهاش تاثير سيء على البيئه قوي، فيري ليتل. تمام، الووتر ويفز هي قريبه من التايدز، بس الووتر ويف بتعتمد على الويف نفسها، ودي زي ما احنا اخدناها كده في الفيديو، هي عباره عن الفلوتس اللي بتعوم او فلوت واقفه في قلب الميه كده، يعني هي حته فلوت زي دي كده، هي حته فلوت وعماله متثبته من هنا وعماله تعوم مع الميه، تطلع مع تطلع كده، خلينا تطلع كده وتنزل كده، وهي كل ما تتحرك تطلع وتنزل بتدور دراع تاني معاها، الدراع دوت يزقه حاجه هنا ويزقه حاجه هنا، فيدور التربين، فالتربين تدور تدور الجنريتور، الجنريتور طلع تيست، هنشوف الفيديو بتاعها بالتفصيل يعني. تمام، فدي الفكره بتاعت الويف، الويف على سطح الميه من بره، لكن التايدز بتكون الميه نفسها كلها بتمشي. تمام، الميه كلها بتمشي، فممكن تستخدم معاها التربينز دي التايدل تربين، وبتكون تحت الميه، او ممكن تستخدم معاها للبراج ويخزن الحبه الميه اللي يجوا هنا، يبدا ايه يبدا يحطهم في خزانات هنا كده، يدخلهم فيها يستفيد منهم، يدخلهم جوه يعبيهم في قلب الخزانات دي. تمام، الفيديو دوت بيتكلم على الويف انرجي وازاي بنستخدمها في توليد الالكتريستي زي ما هنشوف كده. في عندي فلوتس عوامات كده موجوده عماله تطلع، كل ما الويف تيجي عليها الويف رايحه جايه على طول عماله تطلع وتنزل تطلع وتنزل. الويف دي لما بتدخل لما بتحرك الفلوت، الفلوت دي بتطلع، وزي ما انتم شايفين كده في عواميد هيدروليك كده متثبته في الـ في الـ في الفلوتس نفسها، بتطلع وتدخل زي الجاك كده، زي الهيدروليك جاك كده بتدخل وتطلع. فما بتدخل الجاك دي بتزق عمود تاني جوه، العمود ده بيحرك عمود تالت، العمود دوت يبدا يدور تربين، يشغل التربين، التربين دي تشغل الجنريتور، او ممكن يتوصل مباشره للعمود دوت بترس او بحاجه يعني، ودوت يدور الجنريتور، الجنريتور يطلع الكتريستي مباشرة. تمام، فهي دي فكرة الفلوتس هنا زي ما هنكملها دلوقتي كده. ايوه زي ما احنا شايفين كده العمود دوت هنا، يعني شكل بيوضح لك العمود بيبدأ يتحرك كده، العمود ده بيبدأ يتحرك وفي ترس، فالعمود ده ما بيتحرك بيزق ترس الناحية التانية، الترس ده يدور الجنريتور، الجنريتور يطلع الكتريستي. فهي دي الفكره، ان الفلوتس الويف رايحه جايه طول النهار، بدل ما رايحه جايه على الفاضي كده بيستغلوها عماله ايه تعمل شغل، تقعد تحرك الفلوتس. بالنسبه للسولار انرجي كان في عندي نوعين برضه عشان الصور بتاعتهم، ده اسمها سولار بانل. تمام، انا في عندي حاجتين، ده سولار بانل بيجيب فيه هنا مواسير ميه هنا كده ويحطها، ودي طبعا الجهاز دوت سولار بانل لونه اسود وبيعمل كولكشن للهيت اللي بتيجي من الصن كلها، هيت انرجي، ويبدا يسخن الميه دي، الميه تغلي
ياخدها يجمعها في ماسوره وتعمل ستيم. عنده هنا جهاز تربين، تربين صغنونه كده في البيت، ومعاه جنريتور يدخل على الميه دي، تدور التربين بضغط عالي بريشر عالي يعني، فتشغل التربين والتربين شغل جنريتور وطلع يكتس تشتغل البيت. وممكن ياخدها هي نفسها الميه للحمى والغسيل والحاجات دي اللي في البيت. فبدل ما تشغل الهيتر، الووتر هيتر اللي موجود عندك في البيت، تبدا انت تستخدم في الاستحمامات، في الطبيخ، في الاستخدامات المنزليه. في اوروبا وفي الدول دي هم بيعوزوا الهيتنج اصلا على طول، يعني الجو عندهم اصلا برد، او في سنو وفي برد درجه الحراره تحت الصفر اوقات كتير، فبيعوزوا الهيتنج، فبيستخدموها يعملوا ايه، يعملوا بقى هيتنج للبيت. تمام. بس طبعا لازم ايه، يتاكدوا ان هي بشكل منتظم يعني، عشان بعد ما تشتغلش وهم يتجمدوا او حاجه يعني. طبعا الحاجات دي حاجة أساسية فيهم كلهم، إن هو أنت أصلا ما بتقدرش تخزنهم فترات كبيرة، بيعوزوا باتري. يعني أنت مثلا طلعت كمية إلكتريستي ومش محتاجها كلها دلوقتي، أو عاوز تعين حبة منهم لبكرة، هتجيب باتري. تكلفة الباتري دي غالية جدا جدا، يمكن أكتر من تكلفة الحاجات دي، سواء بقى في الويند عندك طلعت إلكتريستي زيادة، سواء في أي حاجة من الحاجات دي أما تيجي تخزنها بتكلفك كتير جدا جدا. الباتري بتاعتها هي الصعوبة. تمام. الباتري بتاعتها مكلفة، ولو خزنت بتخزن فترات صغيرة وبعد كده ممكن إيه تخسرها. ده كان بالنسبة للسولار انرجي وموضوع الايه، السولار بانل، السولار بانلز. بس انا مش كل الحاجة اللي عندي في سولار، انا عندي حاجة اسمها سولار سيل. السولار سيل دي شكل السولار بانل كده يعني، شكل حتة منها كده، بس ما هيش سولار سيل، هي سولار بانل، هي عبارة عن سولار سيل، جهاز تمام في حتة بليت كده، والماتيريال اللي مصنوع على الوش بتاعه فيري اكزايتد ماتيريال، يعني الالكترونز بتاعتها سهل جدا ان هي تتحرك، بمجرد ما يجي عليها حبة لايت انرجي يعملوا اكزايتمنت تبدا تثار وتبدا ايه تعمل تتحرك من مكانها. تمام. فما تتحرك الالكترونز على السطح الخارجي، الالكترونز تتحرك معناها ان في الكتريستي بروديوس، فتبدا تطلع الكتريستي مباشره، ولا تربين ولا جنريتور ولا اي حاجه. فاحيانا تلاقي في عواميد اضاءه في بعض الاماكن اللي هي المتقدمه، اعتقد في شرم الشيخ عندنا في مصر برضه نفس الكلام، وفي بعض الدول الثانيه برضه موجود فيها في الاماكن الراقيه، بيعملوا ايه، بيجيبوا حته العمود الكهرباء كده، وفي في حته شاشه سوداء كده، وفي كابل متوصل هنا كده. الشاشه السوداء دي هي دي الفوتو سيل، بيسموها الفوتو سيل او بيسموها السولار سيل. سولار سيل، يبقى السولار سيل غير السولار بانل. سولار بانل هما يشبهوا بعضهم، بس سولار بانل، السولار بانل هي دي. السولار سيل بيكون صغنونه كده، وبس السطح بتاعها بيكون ايه عليه ماده مدهون بيها او مصنع منها. دي سهل جدا، اول ما ينزل على اللايت انرجي تحولها مباشره، تبدا الالكترونات فيها تتحرك من مكانها. حركه الالكترونات معناها ان في الكتريستي عطوب مباشره تطلع الكتريستي، بس كل واحده من دول غاليه جدا. تمام. بس بتعيش فتره كبيره وبتاع، وتعوز صيانه نظافه وكده عشان التراب ما يجيش عليها ويمنع ان اشعه الايه الشمس تخترقها وكده. تمام.